السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالجار. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ما يتعلق بصلة الرحم وبر الوالدين قبل ذلك، وكذلك ما يتعلق برعاية البنات والأخوات وغير ذلك من الأبواب، شرع في ذكر ما يتعلق بحقوق الجار، ما يتعلق بحقوق الجار، فقال: باب الوصاة بالجار. والجار مأخوذ من المجاورة وهي القرب، ولذلك مفهوم الجار أوسع مما يقف عنده بعض الناس، فكل من جاورك فهو جار لك. ولذلك الجوار يكون في البيوت، ويكون في المحلات والدكاكين، ويكون في المزارع والبساتين، ويكون حتى في المقاعد الدراسية والمقاعد الوظيفية، وكذلك حتى في وسائل النقل، فكل من جلس بجوارك فهو جار. لكن المعنى العام والمتبادر حينما تطلق مفردة الجوار، فالمقصود به الجوار في المساكن الثابتة أو العقارات الثابتة، سواء كان بيتاً أو بستاناً أو دكاناً أو غير ذلك. ولذلك جاءت النصوص تحث على الوصية بالجار، وقد جاءت الوصية بالجار في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أداء حقوق الجوار لدل العقل الصريح والسليم على أن للجار حقا، كيف وقد أكد هذا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كانت العرب قديما تعتني بالجوار عناية كبيرة جدا، حتى إنهم ليعدون من خوارم المروءة الإخلال بهذا الحق، ويقول عنتر العبسي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواه. والمعنى بأن الجوار مسألة من المسائل المهمة والتي يحتاجها البشر، وذلك
لقرب الناس بعضهم من بعض ولضرورة التعاون بين الجيران. وقد جاء ذكر الوصية بالجار في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقد أتى في حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان حق هؤلاء الجيران الثلاثة، لكن معناه صحيح. أما هؤلاء الجيران الثلاثة فمنهم من له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. ومن الجيران من له حقان فقط، وهو الجار المسلم، الجار المسلم فله حق الجوار وحق الإسلام. وهناك جار ليس له إلا حق واحد، وهو الجار غير المسلم، له حق الجوار، له حق الجوار. وأما السنة النبوية فدواوين السنة مليئة بذكر حقوق الجار، وقد ذكر من صنف في الترغيب والترهيب يعني شيئا من هذا القبيل، جمع الأحاديث الواردة في هذا الباب. والبخاري رحمة الله عليه سواء في الصحيح في كتاب الأدب أو في الأدب المفرد جمع أيضا، ذكر مجموعة كبيرة من الأحاديث فيما يتعلق بالوصية بالجار. والوصية بالجار ينبغي أن تكون منطلقها ودافعها ومهيجها تقوى الله عز وجل، يعني القيام على حق الجار ينبغي أن يكون المهيج والدافع للإنسان الاستجابة لله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بأداء حقوق الجيران، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الحق للجيران، فللجار حق على جاره. وسيأتي معنا حدود الجيران ومن هو الجار الذي له مثل هذه الحقوق. في حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث العظيم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على حق الجار، وأن جبريل عليه السلام وهو الرسول الملكي ينزل إلى الرسول البشري فيؤكد عليه مسألة الجار، ويوصيه بالدوام والاستمرار بحق الجار، فيقول: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه سينزل حكما شرعيا في أن الجار يدخل مع الورثة في أخذ سهم له، في أخذ سهم له. وتعلمون أن أسباب الميراث كم؟ ثلاثة. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وقد كان في أول الأمر الميراث بالنصرة، بالمناصرة بين المؤمنين، فكانوا يتوارثون، فنسخت هذه المسألة. كان هناك المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار، ولذلك قال جل وعلا بعد ذلك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطور. فنسخت وبقيت الثلاثة، وهي النكاح والولاء والسبب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى ظن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الوصية بالجار أن الجار سيرث جاره، كما كان في أول الأمر أن النصرة، أن الوراثة تكون أيضاً بالمعاونة والمناصرة والمؤاخاة، المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. وهذا إن دل على شيء يدل على آكدية حق الجار، وأن للجار حقا عظيما على جاره أكده الإسلام. والجار يكون يشمل الجار المسلم وغير المسلم، والبر والفاجر،
والمطيع والعاصي، والعدو والصديق، والقريب والبعيد. هؤلاء كل من جاورك فله عليك حق، حتى لو كان كافراً مشركاً بالله عز وجل فله حق الجوار، كما قال جل وعلا: والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار الجنب والصاحب بالجنب، والمقصود بأن الجار حتى لو كان غير مسلم فإنه له حق عليك. سيأتي ذكر أثر عبد الله بن عمرو بن العاص كيف أنه كان يتعاهد جيرانه، وهذا لا شك بأنه يعني هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفاكم بأن الوراثة على نوعين: وراثة معنوية ووراثة حسية. أما الوراثة الحسية فهي وراثة المال، وراثة المال. وأما الوراثة المعنوية فهي وراثة العلم والبر والإحسان. لذلك قال جل وعلا: وورث سليمان داود. أي وراثة هذه؟ وراثة النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. والمقصود هنا وراثة العلم، وراثة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حق الجار عظيم. وقد ذكرت قبل قليل كيف أن العرب كانت تجعل من خوارم المروءة الإخلال بقضية حق الجار، وكانوا يتغزلون بقضية حسن الجوار وأداء حق الجار. وقد قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، نقل عن ابن أبي حازم بن دينار أنه كان يقول: كان أهل الجاهلية أبر بالجار منكم. وكأنه يلوم أهل زمانه ويعذل ويعتب على أهل وقته أنهم أخلوا بقضية الجار، كما هو الحاصل الآن في زماننا. إذا كان الناس قديما يشكون زمانهم في قضية الإخلال بحق الجار، فماذا نقول نحن في وقت وللأسف الشديد أصبح الإنسان لا يعرف من بجواره، لا سيما الذين يسكنون الأبراج السكنية، هذه الشقق، لا يعرف الجار من يسكن بجواره. بل حتى في الأحياء السكنية العادية أصبح الناس لا يعرفون إلا القلة من الجيران، إما أن يعرف واحداً أو اثنين، وهذا لا شك بأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل وصل الحال ببعض الناس إلى أن يموت جاره ولا يعلم عنه، حتى إذا رأى جمعاً من السيارات أو جمعاً من الناس يدخلون ويخرجون سأل بعد ذلك، وهذا لا شك بأنه مؤذن بشر، نسأل الله العافية والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الجار معلق برقبة جاره يوم القيامة، سيسأل الجار جاره أمام الله عز وجل. لماذا؟ لأن للجار حق على جاره، للجار حق على جاره. ولذلك جمع بعض العلماء مجموعة من الحقوق التي يعني تكون للجار على جاره، ومنها السلام عليه، يعني يسلم الجار على جاره. والسلام عليه حينما أقول هذه الحقوق لا يعني بأن الجار الواحد هو الذي يبادر وهو الذي يؤدي الحق والجار الثاني يعني لا يؤدي شيئا، بل الحق مشترك بين الجيران، الحق مشترك بين الجيران، ولا يجوز لأحد الجيران أن يتنازل عن هذا الحق أو أن يتخلى عنه أو أن لا يقوم بهذا العمل. ولذلك من حق الجار على جاره أن يسلم عليه إذا لقيه، هذا حق عام لكل مسلم لقيته، فكيف بالجار، الجار الذي بجوارك؟ الأمر الثاني طلاقة الوجه، وهو وإن كان حقا عاما فبالجار أخص. قال عليه الصلاة والسلام: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الأمر الثالث الهدية للجار، الهدية، والهدية ولو كانت يسيرة فإنها تصنع صنعا عجيبا، تهادوا تحابوا. ومن الهدايا إطعامه من الأضحية، إطعامه من الأضحية. وتعلمون بأن الأضحية الأفضل فيها أن تثلث ثلاثة أثلاث: ثلث لك، وثلث صدقة، وثلث هدية. وأولى الناس بالهدية جارك، جارك أولى الناس بهذه الهدية.
كذلك إذا عدت من سفر تهدي لجارك، تتبادل أنت وإياه الهدايا. الأمر الآخر، من حق الجار على جاره أن تتفقد أحواله، أن تتفقد أحواله، فليس بالضرورة أن يبادئك بطلب شيء، ليس بالضرورة أن تنتظر منه أن يقول لك والله أنا محتاج، أنا عندي كذا، أنا واقع في كذا، بل أنت تتفقد حاله. فالناس على قسمين، قسم يشتكي ويطلب، وقسم يحسبه الجاهل غنيا لكن تعرفه بسيماه، تعرفه بحاله، تعرفه بمثلا غيبته، تعرفه بشحوب لونه وشيء من هذا القبيل. كذلك معاونته، معاونة الجار، هذا وإن كان حقا عاما للمسلم على أخيه المسلم، إلا أن الجار أحق بهذه المعاونة. والمعاونة على حسب الحال، على حسب الحال الذي يحتاجه الجار، ولو أن تفرغ من دلوك في دلوه، ولو أن تحمله على دابته، ولو أن ترفع له شيئا معينا. كذلك من حق الجار على جاره كف أسباب الأذى عنه، أن تكف أسباب الأذى عنه، فكل ما يؤدي إلى الأذية تحسمه، تحسمه وتسده، ولا يجوز لك أن تفتح هذا السبب. حتى إن العلماء نصوا على أنه لا يرفع بنيانه ليحجب الشمس عن جاره أو الهوى عن جاره، لا يرفع البنيان رفعاً فيحجب الهواء عن جاره أو الضوء مثلاً، أو كذلك لا يفتح شباكاً أو نافذةً تطل على حريم جاره، لا بد من قطع جميع أسباب الأذى. كذلك مثلاً وجود الأشجار المؤذية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق، ومثلاً الأشجار التي يتكلف جارك بتنظيفها وكنسها أو تؤذي أساسات بيته أو شيء من هذا القبيل. أيضاً إرادة الخير له، إرادة الخير للجار، بمعنى أن تبيت النية بالخير لجارك، فأن تكون طويتك صالحة نقية لجارك، تتمنى له الخير وأن لا تحسده وأن تفرح له. أمر آخر أن تشاركه الآلام والآمال، بمعنى أن تشاركه في الأفراح وفي الأتراح، إذا كان عنده مناسبة فرح شاركته، وإذا كانت عنده مناسبة ترح أو حزن أيضا شاركته بالتعزية وبالتسلية. كذلك الموعظة الحسنة للجار، تعظه إذا رأيت بأنه وسنان غافل لاهن، تعظه موعظة حسنة وتذكره، فإذا رأيت عليه تقصيراً في واجب أو وقوعاً في محرم تعظه وتذكره، وهذا يتطلب الحكمة. الله جل وعلا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، ويقول جل وعلا في أصناف المدعوين أدعو، يقول جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الجيران من لا ينفع معه إلا الموعظة، ومن الجيران من لا ينفع معه إلا المجادلة، ومن الجيران من لا ينفع معه إلا الحكمة، حكمة كأن يكون طالب علم أو رجل مثلا متعلم، هذا تحتاج أن تخاطبه على قدر يعني ما لديه من ثقافة ومن علم. ومن الناس من يحتاج إلى الوعظ، والوعظ هو صياط القلوب، كلام مصحوب بزجر، كلام مصحوب بزجر. ولذلك انظروا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في وعظ الناس ونصيحة الناس وتذكير الناس، فحينما وعظ عمر ابن الخطاب غلظ عليه وتغيظ عليه وتغيظ عليه، قال أو متهوكون في يا ابن الخطاب، وقال له في مقام آخر دعني وقد نفض يده. لكن إذا جاء الأعرابي ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم، وراعى من حاله ما يناسب يعني عقله وفكره ونفسيته. كذلك الجيران، ما ينبغي أن تصبغ الجار بصبغة واحدة في الوعظ أو في النصيحة، وإنما تلاحظ الفروقات الفردية بين الجيران. كذلك إذا كان جارك غير مسلم فإنه لا بد أن يكون له خطاب خاص، ما تخاطب غير المسلم كما تخاطب المسلم،
تتنبه لهذا. كذلك الدعاء له بالهداية وإسماعه ذلك، فهذا مما يؤلف قلبه وأيضا يجعله مستجيبا فيما لو إذا أردت نصيحته. كذلك من الحقوق ستر زلته، ستر زلة الجار، لا سيما وأن الجيران بينهم من القرب ما يعني يكون سبب من أسباب الوقوف أو الاطلاع على شيء من الأخطاء والعورات، فهذا يجب وجوباً على الجار أن يستر جاره وأن لا يفضحه، هذا هو من الأمور الواجبة. كذلك إذا أراد أن ينهاه ينهاه برفق، ينهاه برفق، وغير ذلك من الأمور التي هي من حق الجار على جاره. وقد ذكر العلماء بأن حق الجار على جاره يكون على ثلاثة مراتب: أولها بذل الإحسان إليه، وثانيها كف الأذى عنه، وثالثها الصبر على أذاه. قال بعض أهل العلم: وأعظم المراتب الصبر على أذية الجار، لأن جرت عادة الناس أنهم يبذلون المعروف فيما بينهم، وجرت عادة الناس في الغالب أنهم يكفون الأذى عن الجار، لكن الصبر على أذية الجار هذا الذي يفتقده كثير من الناس، فأغلب الناس يحسنون وأيضاً يكفون الأذية، لكن مسألة الصبر على أذية الجار هذا قليل من يفعله، قليل من يفعله. ولذلك من المهم جداً أن تصبر على أذية جارك وأن تحتمل أذيته. وقد ذكروا في ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى ورضي عنه أن جاراً له إسكافي كان إذا عاد وقد اشترى لحماً ويعني طعاماً ثم يشرب الخمر في الليل، هذا الجار يشرب الخمر في الليل، وأبو حنيفة يقوم الليل، قد كان أبو حنيفة مشهوراً بقيام الليل وبختم القرآن، وذاك الجار يغني ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد رأي، وكان يرفع صوته ويؤذي جاره، يؤذي أبا حنيفة. وفي ليلة من الليالي افتقد أبو حنيفة جاره، افتقد هذا الصوت المؤذي وقد صبر عليه، فسأل فقال قبض عليه الشرط، يعني الشرطة قبضوا عليه، عاد سكرانا فقبضوا عليه، فصلى الفجر ثم ذهب إلى والي الكوفة عيسى ابن موسى وقال له، فلما رأى أبا حنيفة قام إليه وأكرمه وأجلسه بجواره وقال: لو دعوتنا أتيناك. إكرام العلماء، شوف احترام العلماء كيف، قال: لو أنت دعوتنا أو علمنا بأن لك حاجة أتيناك، ما حاجتك؟ قال: جاري فلان أخذه الشرط فأمر بإطلاق سراحه وكل من قبض عليه في تلك الليل. فلما عاد قال له أبو حنيفة يقول لجاره: أضعناك؟ لأنه كان يقول: أضاعوني وأي فتى أضاع، قال: أضعناك؟ قال: لا والله ما أضعتني. فتاب إلى الله عز وجل، تاب هذا الجار إلى الله. ولذلك الصبر على أذية الجار مرتبة لا يحسنها إلا من راقب الله عز وجل وأراد ما عنده سبحانه وتعالى. فإذن إخواني بارك الله فيكم، مراتب التعامل مع الجار أو حقوق الجار: الإحسان إلى الجار، وقد ذكرت أنا مجموعة من يعني أنواع وأنواع الإحسان، أيضا كف الأذى عن الجار، قد ذكرنا شيء من هذا، والمرتبة الكبرى الصبر على أذية الجار، الصبر على أذية الجار. نعم. ولذلك فيه كلمة للحسن البصري رحمه الله تعالى قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. هذه كلمة جميلة للحسن البصري الحكيم في هذه الأمة رحمه الله تعالى، يقول: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. هذا الحديث أيضا فيه بيان حق الجار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح كلامه بهذا الكلام الذي يقرع القلوب وتلتفت إليه وتصغي له الأسماع. ومن براعة استهلال النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ما يأتي أحياناً بالتشويق، وأحياناً بذكر كلام يتنبه له من يستمع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كل مسلم على وجه الأرض يؤمن بالله واليوم الآخر، إذن فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره. إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فأحسن إلى جاره. وهذا لا يعني مفهوم المخالفة أن من لم يحسن إلى جاره لا يكون مؤمناً بالله واليوم الآخر، وإنما فيه ذكر أن من صفات من يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يحسن إلى جاره، وفيه معنى التهديد أيضاً، وأن من لم يحسن إلى الجار ففيه نقص في الإيمان، نقص في كمال الإيمان، في كمال الإيمان. لما كان حق الجوار حقاً واجباً مفروضاً على المسلم ينقص بقدر هذا الحق من إيمان المسلم إذا أخل بهذا الحق العظيم. وبعد ذلك قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، سيأتي إن شاء الله معنا، وأيضاً فليقل خيراً أو ليصمت، ستأتي في مواضعها وفي أماكنها. نعم. قال: باب حق الجار. قال: حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حق الجار. باب حق الجار. لما انتهى من باب الوصاة بالجار وذكر حديثين، ذكر هنا حديثا واحدا تحت هذا الباب، وهو باب حق الجار. فالجار له حق عظيم على جاره، ومنها أن يحفظ غيبته، وأن يستر عورته، وأن يصون ماله، وأن يصون أيضا عرض جاره. ولذلك جاء التشديد في من أخطأ في حق جاره أو ارتكب كبيرة من الكبائر في حق جاره، جاء التشديد في ذلك بسبب ما للجار من حق، وأن هذا الجوار الذي بين الجيران وهذا القرب هذا يسمح بشيء من التساهل في قضايا مثلا الأموال، وفي قضايا كذلك خروج المرأة مثلا. ولذلك الجيران بينهم من القرب ما يسمح بمثل هذه الأشياء، فجاء التشديد هنا بالمحافظة على عرض الجار، وبالمحافظة على مال الجار، وبالمحافظة على بقية يعني أمور الجار. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، سألهم عن الزنا. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وهي فيها حد من الحدود الشرعية المعروفة، والله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. والزنا محل إجماع على حرمته، الإجماع منعقد على حرمة الزنا. فالصحابة رضي الله عنهم ما قالوا كما هي عادتهم: الله ورسوله أعلم. مجرد العادة من الصحابة أن يتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام، حينما يسألهم يقولون: الله ورسوله أعلم. لكن في هذا قالوا: الزنا حرام، حرمه الله ورسوله، حرام حرمه الله ورسوله. لماذا؟ لأن الزنا قبيح، قبيح شرعا وعقلا. ولذلك الزنا
مما اتفقت العقول السليمة على قبحه، ولو لم يرد في تحريمه شيء لدلت العقول السليمة والنفوس النقية الصافية على قبحه، فكيف وقد جاءت الشريعة بتحريمه؟ فقالوا الزنا حرام، حرمه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وهذا ليس فيه ترخيص كما يفهم من لا عقل له، أنه والله يذهب فيزني بعشر نسوة وعلى أن لا يزني بامرأة جاره، لا، هذا من باب المقارنة بين عظائم الذنوب وكبائر الآثام. فالذنب الواحد قد يفعل على حالة فيكون أشد مما يفعل على حالة أخرى. فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب وموجب لسخط الله ولغضب الله ولنقمة الله عز وجل، لكن الزنا بامرأة الجار أعظم عند الله عز وجل من الزنا بعشر نسوة. فإذا زنى الرجل بامرأة وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، أجنبية مثلا بعيدة، إذا زنى بثانية أو ثالثة لا شك بأنه جمع على نفسه عظائم، لكن إن زنى بامرأة جاره ولو بمرة واحدة فهو أعظم عند الله عز وجل من ذنبي لو زنى بعشر نسوة، نسأل الله السلام. لماذا؟ لأن الجار مستأمن لجاره، مطمئن إليه، الجار بينهم بين الجيران من القرب ما يمنع مثل هذا الاعتداء. العربي اللي هو عنتر يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواه. ما يعني ما يقع طرفه ولا بصره ولا نظر على جارته إن هي خرجت، يغض طرفه وبصره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، والسرقة أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، والله تعالى أوجب فيها الحد، قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، السارق ملعون. قال صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن السرقة قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أبيات أو من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. ولذلك عقوبة الزنا بامرأة الجار وعقوبة السرقة من بيت الجار مغلظة بعشرة، مع أن السيئة بحالها والحسنة بعشر أمثالها، إلا في هذه. لماذا؟ لأن من السهولة الاعتداء على مال الجار وأخذه لما بين الجيران من القرب، من القرب ومن يعني المسامحة في قضية الدخول والخروج وفي قضية التعامل. وكذلك الزنا بامرأة الجار أعظم عند الله عز وجل، وتضاعف الزنية الواحدة بعشر زنيات، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك حق الجار عظيم، ووجوب وواجب على كل مسلم أن يحسم كل ذريعة وأن يسد كل طريق يؤدي إلى الإخلال بحق الجار، يؤدي إلى الإخلال بحق الجار. إذا كان أذية الجار أذية معنوية محرمة، كيف بمثل هذه المصائب، مثل هذه الكبائر؟ فلذلك حق الجار عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وبعض العلماء يذهب فيطرد هذه المسألة ويجعل كل كبيرة يرتكبها الإنسان خارج يرتكبها الإنسان مع غير جاره تضاعف إن هو ارتكبها مع جاره، تضاعف إن هو ارتكبها مع جاره. نعم. قال: باب يبدأ بالجار. قال: حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه ذبحت له شاه فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب يبدأ بالجار، والمعنى بأن الجار يبدأ بجاره من حيث العطاء ومن حيث الهدية ومن حيث بقية الأشياء التي ذكرت أنا مجموعة منها هي من كلام أهل العلم. قال باب يبدأ بالجار، وذكر فيه حديث ابن عمر وهو مروي عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها، وكذلك مروي عن جمع من الصحابة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والمصنف رحمة الله عليه أعاد هذا أو أتى بهذا الحديث لأنه من حديث ابن عمر، والحديث الأول باب الوصاية بالجار من حديث عائشة رضي الله عنها، والمقصود بأنه يبدأ بالجار، يبدأ بالجار. فإذا كان عنده صدقة أو هدية أو أمر معين لا يبدأ بالأبعد، وإنما يبدأ بالجار، يبدأ بالجار. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه يعني لخادمه أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذلك حديث عائشة ما زال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا يدلنا بارك الله في الجميع على أن الإنسان يبدأ بجاره. أغلب الناس الآن عنده أصدقاء، فإذا كانت عنده هدية أو شيء أول ما يفكر بصديق. طيب جارك هذا ليس ممنوعا وليس محظورا، لكن لماذا تهمل جارك؟ خاصة في أيام مثلا أيام التمر، تجد بعض الناس يعني عنده تمر كثير وكذا، فما يهدي إلا الأصدقاء. أولى الناس بصدقتك وبهديتك جيرانك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي له الصحابة بباكورة التمر، باكورة الثمر، فيضعها على عينه صلى الله عليه وسلم، وكان هو أيضا يعطي الآخرين صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا مما ينبغي الانتباه والالتفات إليه، أن الناس يلتفتون إلى جيرانه ويتواصلون مع جيرانه. فهذه الهدايا والعطايا والصلات ينبغي أن لا يهمل منها الجار، لا ينبغي أن يهمل الجار من هذه الأشياء حتى لو كان غير مسلم. فتعاهد جارك، وانظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما ذبحت له شاة نبه على هذا، قال يقول أهديتم لجارنا اليهودي، يهودي كان جارا له، ولذلك كان يهديه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا كان شأن الصحابة، كانوا يعرفون للجيران حقهم سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. ولذلك يذكر بأن لعبد الله بن المبارك الإمام المعروف كان له جار يهودي، فأراد هذا اليهودي أن يبيع داره، أراد أن يبيع داره، فقيل له بكم؟ قال بألفين. قالوا هذه الدار ما تسوى إلا ألف واحدة. قال نعم صدقتم بألف، لكن الألف الثاني، قال الألف الثاني لجوار عبد الله بن المبارك، لأن جاري عبد الله بن المبارك، وعبد الله المبارك بالمجزوم بأنه كان يصل جاره. فلما سمع بذلك عبد الله بن المبارك أرسل له ألف دينار وقال لا تبع دارك. وهذه أيضا قصة مروية عن أبي جهم العدوي
وهي مشهورة، لما باع داره ب100,000 دينار ثم قال لمن اشترى، قال لهم: فبكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل الجوار يشترى؟ ما سمعنا بأن الجوار يشترى. فقال: إذن ردوا علي داري ثم خذوا مالكم، ثم خذوا مالكم، لا أدع جوار رجل إن فقدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني جائحة فرج عني. فبلغ الخبر سعيد بن العاص فذهب وأعطاه ب100,000 وقال: لا تبع دارك. هذه النماذج الرائعة الجميلة للسلف الصالح رضي الله عنهم تدل على ماذا؟ على أنهم كانوا يعرفون حق الجار ولا يلتفتون إلى يعني دين الجار سواء كان مسلماً أو غير مسلم. لماذا؟ لأنهم يستجيبون لله الذي أمر بحسن الجوار، أمر سبحانه وتعالى بحسن الجوار. نعم. قال: باب يهدي إلى أقربهم بابا. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو عمران قال: سمعت طلحة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. منك. قال: إلى أقربهما منك بابا. أحسن الله إليك. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رجل من بني تميم بن مره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يهدي إلى أقربهم بابا. تعلمون بأن الجيران إما أن يكونوا عن يمينك أو عن يسارك أو خلفك، هؤلاء هم الجيران. الجار إما يكون عن يمينك أو عن شمالك أو من خلفك، وكذلك من أمامك، بحيث يكون بينكما زقاق أو شارع أو ممر، هؤلاء هم الجيران. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام إن كان عندها شيء، وهذا الشيء لا يصلح إلا لجار واحد، فبأيهما تبدأ؟ بأيهما تبدأ؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. إلى أقربهما منك بابا، لأن الجوار متحقق من الجهتين، لكن الأبواب متباعدة، فأقرب أبواب فأقرب الجيران بابا أولاهما بالهدية وبالصلة وبالصدقة وبكل ما يمكن أن يوصل به الجار. وكذلك الحديث الآخر: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وقد ذكر العلماء شراح الحديث أن الحكمة من ذلك لأن أقرب الجيران بابا يرى في الغالب ما يدخل إلى جاره من هدية، من طعام، من أشياء يشتريها مثلا، بخلاف الجار الذي بابه بعيد، بخلاف الجار الذي بابه بعيد، فهذا يطلع في الغالب على ما يدخل ويخرج من جاره. وأنتم لا تتصورون الحال الآن مثلا، يعني بعض الناس قد يتصور الوضع الحالي، لا، الوضع الحالي خاصة مثلا الشقق أو البيوت مثلا الأسوارها طويلة أو شيء من هذا القبيل، لا يختلف. فالمقصود بأن إذا تحقق هذا حتى لو كان على الحال يبقى ظاهر النص على ما هو عليه، لكن أنا أتكلم الحكمة من ذلك، لأن غالب الجيران الذين أبوابهم قريبة إلى بعض يطلعون على ما يدخل ويخرج من بيت الجار، ولذلك يكون حقهم في هذه الصلات أولى من غيره. الأمر الثاني أن هذا الجار القريب الذي بابه قريب هو أسرع إجابة مما يقع لجاره من الملمات، من الإشكالات، خاصة في أوقات الغفلة. لماذا؟ لأنه يسمع جاره، يسمع مثلا صراخ
أهل بيت جاره يسمع مثلا أمرا طرأ عليهم أو نزل بهم، فتجده يعني أكثر نجدة من صاحب البيت الذي بابه أبعد، بابه أبعد، يعني ذكر هذا شراح الحديث. ولذلك إذا جئنا لنتكلم عن الأحكام الشرعية الفروعية فيما يتعلق بأيهما أولى، إذا كان عند الإنسان صلة فينظر إلى أقربهما باباً، أقربهما باباً. الآن لو جينا إلى الشقق مثلاً موجودة الآن مثلاً في بناية، وهذه الشقق يعني نجد جيران مثلاً بين الباب والباب مثلاً اللي المجاور مثلاً 4 متر، وأمامك جار بابه على بابك، أيهما تقدم؟ اللي أمامك. لماذا؟ لأنه أقرب جاء أقرب باب إليك، وهو الذي تتحقق في هذه الأشياء اللي ذكرتها أنا قبل قليل، وهي قضية أنه يطلع على ما يدخل ويخرج. كذلك في بقية الأحياء يعني الأخرى تنظر إلى أقربهما بابا إليك، هذا من الناحية الشرعية. طيب إذا كان عند الإنسان قدرة على أن يصل جميع جيرانه، هذا لا كلام فيها، يصل جميع جيرانه الذين أمامه والذين خلفه والذين عن يمينه والذين عن شماله، لكن إن كان عنده شيء لا يصل فيه، لا يستطيع أن يصل فيه إلا جارا واحدا، فأقربهما بابا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. قال: حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا علقمة بن بجالة ابن زبرقان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. وذكر فيه حديث الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. وذكر أيضا فيه حديث أبي هريرة أو أثر أبي هريرة قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. عندنا ضابط مهم هنا نذكره، بأنه لا يصح في تحديد الجيران حديث، هذا ضابط مهم، لا يصح في تحديد الجيران حديث، وإنما وردت عن بعض الصحابة عن علي رضي الله عنه وعن عائشة، ولكن حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح في هذا الشيء. بالنسبة لحديث الحسن البصري الأثر حينما سئل عن الجار، هذا الحديث ضعف إسناده جماهير أهل الحديث، والشيخ ناصر حسن إسناده رحمه الله تعالى ورحم الجميع، نقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. قال: هؤلاء هم الجيران. والمقصود بأن من كان بالنسبة ل40 دار عن يمينك هؤلاء جيران، يعني 41 عن اليمين، 41 يعني الذي بعد 40 ليس من جيرانك، وكذلك عن اليسار، وكذلك من الأمام ومن الخلف. لكن هذا كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكذلك أثر أبي هريرة ضعيف، قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. والراجح من أقوال أهل العلم في تحديد الجيران العرف، ما دل العرف على أنه جار فهو جار، هذا هو الذي رجحه جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر، قالوا بأن ما دل العرف على أنه جار فهو جار. نجي الآن للبنايات والأبراج، هذه هل الآن اللي في الطابق 40 يكون جارا لي أنا مثلا وأنا في الطابق الأول؟ أسألكم يا أهل العرف. نعم. نعم، اختلف الطلاب. ها؟ لا، ما شاء الله. ايش تقولون؟ مجاهد
نعم؟ ها؟ لا. ممكن تشوفها لما تروح المسجد. أي بس لا أنا قصدي لسه ما جينا، لكن أنا قصدي العرف. ها؟ يختلف. إذن عرف. نرجع للعرف. طيب في بلد ما يعدونها جارة، في بلد يعدونها جارة. إذن نرجع إلى العرف. طيب عندنا هنا في الدولة جار أبو عبد الله؟ ها؟ ما أعتقد جار. وين 40 ساكن أنا في الدور الأول؟ الدور الثالث والرابع مو جار. ها؟ طيب المسألة أخرى، بعض العلماء ضبط مسألة الجيران بشهود الصلاة في المسجد. قالوا من شهد الصلاة في المسجد وبعضهم قيده بصلاة الفجر قال هو جار. كل من شهد الصلاة في المسجد وبعضهم قال صلاة الفجر، لماذا؟ لأن صلاة الفجر ليست هي محل عمل وشغل واكتساب، ولذلك أغلب الناس أصحاب الأعمال يصلون الفجر، بخلاف بقية الأوقات في أسواقهم وفي أعمالهم وفي، فقالوا بأن من شهد معك الصلاة في مسجد حيك فهو جار. على هذا إذا جئنا على هذا الاعتبار يكون اللي في الدور 40 يصلي معك في المسجد يعتبر جار. ها؟ لكن عموما هذه كلها اجتهادات ليس عليها دليل، وإنما العرف هو الذي له حكم، لأن للعرف سلطان في الشرع ما لم يتعارض ويتصادم مع النصوص الشرعية. اقرأ الباب. قال باب من أغلق الباب على الجار. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه.
قال رحمه الله تعالى: باب من أغلق الباب على الجار. ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروف. باب من أغلق الباب على الجار. هذا يدلنا على أن غلق الباب ليس بالضرورة أن يكون غلقا حسيا، وإنما أيضا غلقا معنويا. فمن الناس من يغلق غلقا حسيا وهو بإيصاد الباب وقفله وإغلاقه، ومن الناس من يوصد أو من يغلق الباب غلقا معنويا بحيث يولي جاره ظهره أو يعبس في وجهه أو يصنع ما يجعل الجار يفهم بأنه لا يريد أن يتواصل معه. ولا شك بأن هذا تضييع لحق الجار. يقول ابن عمر: لقد أتى علينا زمان، وهذا أي زمان؟ في عهد النبي، في عهد الصحابة الكرام. أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. حتى أنهم ذكروا بأن الجار كان يأخذ من مالي وطعام جاره من دون أن يستأذنه، يعني من شدة ما بينهما من المودة والمحبة والألفة، هكذا كان. ثم يقول: ثم الآن، هذا ابن عمر يقول: ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة. ولا شك بأن هذا الحديث حديث عظيم، وإن كان طبعا الحديث متكلم في إسناده، وذلك لأن فيه ليث بن أبي سليم أو سليم وهو مضعف، لكن الشيخ ناصر حسن الحديث لغيره. والمقصود بأن هذا الحديث حديث عظيم، وفيه بيان حق الجار على جاره، أنه لا يجوز للجار أن يغلق بابه دون جاره، والواجب عليه أن يتفقد جاره، أن يتفقد جاره ابتداء، وأن يسأل عن حاله، فإذا غاب تفقده في غيبته، وإذا مرض عاده، وإذا أعسر أنفق عليه. وهكذا ينبغي للجار أن يتعامل مع جاره. نعم. قال: باب لا يشبع دون جاره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يخبر ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. قال: باب لا يشبع دون جاره. لا يشبع دون جاره، والمقصود هنا بالشبع هنا الطعام، من الطعام. يقول عبد الله بن المساور: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير، يعني يتحدث مع ابن الزبير ويخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، لأن المؤمنين إخوة، والله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. قل جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هكذا المؤمن يتألم لأخيه. ولذلك الآن أنت لو أصبت في أصبع قدمك لتداعى جميع جسدك مع هذا الألم، ينتفض البدن والجسم يتداعى ويتعاطف ويتألم مع هذا الألم، مع هذا الجرح الذي في أطرف أصبع من أصابع قدمك.
كذلك ما بين المؤمنين من الوشيجة الإيمانية والعلاقة الإسلامية ما يجعلهم يتفقدون بعض ويتألمون لبعض، ومن ذلك أن لا تشبع دون جارك. إذا كان جارك فقيراً أو يمر بأزمة أو يمر بأمر طارئ، كيف تشبع وجارك جائع؟ كيف تشبع وجارك جائع؟ وهذا لا يمكن أن يعلم إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن يكون الجار فقيراً، وهذا يعني يؤكد على الجار تعاهد جاره على الدوام والاستمرار. الحالة الثانية التفقد، بمعنى أن تتفقد جارك، وذلك بالسؤال مثلا أو بالزيارة، هذا يجعلك تطلع على حال جارك، وأنت مطالب ابتداء كما سيأتي في الباب الذي بعده، إذا طبخت طعاما زد فيه حتى تتعاهد الجيران، حتى تتعاهد جيرانك، حتى لو كانوا أغنياء، حتى لو كانوا من الشبعانين، تتعاهد جيرانك من باب الصلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس هذا هو شأن المسلم أو المؤمن، يشبع وجاره جائع. كيف يهنأ لك بال ويرتاح لك قلب وجارك يتضور جوعاً ويتقلب جوعاً، وربما الأسرة كاملة تتضور جوعاً؟ ولذلك من المهم جداً الالتفات إلى هذا الأمر. وللأسف الشديد يعني من الناس من يزيد على هذا الإهمال بحيث يسمح لأولاده بأن يأكلوا أمام أولاد الجار، يسمح بأن يأكل أولاده أمام أولاد الجار الفقير زيادة على صدوده وإعراضه ويبوسة مشاعره والعياذ بالله، فيعطي لأولاده الفرصة بأن يأكلوا مثلا أمام أولاد الجيران، وهذا مما يكسر قلوب هؤلاء الجيران. فلذلك من المهم جدا على الجار أن يتعاهد جاره وأن يستكشف ما عليه الحالة، وأن يبادر أصلا كما سيأتي يبادر ابتداء بإطعام جاره. والنفي هنا ليس المؤمن، ليس المقصود فيه نفي الصحة، وإنما نفي ماذا؟ الكمال، كما هي القاعدة الشرعية التي نذكرها دائما في مسائل لا يؤمن ليس المؤمن. قلنا بأن النفي هنا على ثلاثة مراتب: نفي الحقيقة ونفي الصحة ونفي الكمال. أما نفي الحقيقة فهذا غير متصور لأن الإيمان موجود ولله الحمد، وأما نفي الصحة فهذا أيضا غير متحقق. لماذا؟ لأن الإيمان يتبعض، فالإيمان شعب، فإذا ذهبت شعبة بقيت بقية الشعب، وليس الإيمان شيئا واحدا، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبقى الثالث والمرتبة الثالثة وهي نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، سنتحدث عن هذا بشكل أوسع في يعني محله وبابه. نعم. قال: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال: حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. نعم. قال: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. وماء المرق هو أن يزيد من الماء الذي يسهل بذله وثمنه قليل إلى هذا الطعام، إلى المرق،
فيزيد فيها حتى يتعاهد الجيران ويقسم على الجيران. وهذا يدلنا على أن حق الجار عظيم، وأن صلته ولو بالشيء اليسير أمر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. وأبو ذر من الصحابة الأكابر الأماثل، والذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصه كثيرا باهتمام، ومن جملتها الوصايا، كان يوصيه صلى الله عليه وسلم. قال: أوصاني بثلاث: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف. والمعنى وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، حتى ولو كان عبدا مجدع الأطراف، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم. ثم قال: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، يعني زد في مائها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، على ما ذكرنا فيما سبق من الضابط في أيهما يقدم أقربهما بابا. فإن كان الطعام كثيرا تعاهد جميع الجيران، وإلا نظر في أقربهما بابا أو أكثرهما حاجة. يعني إذا كان ثم فقير أو مسكين أو جائع، يعني يقصده بالطعام. ثم قال: وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. وهذه وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد: إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، فأكثر ماءها، بمعنى تعاهد جيرانك بهذا الطعام. وحديث أيضا، حديث الآخر، هو يحمل نفس المعنى أو المعنى نفسه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. تعاهد جيرانك أو اقسم، والمعنى: إذا لم تستطع أن تتعاهد جميع الجيران فاقسم على بعض الجيران، وعلى الترتيب الذي ذكرناه قبل قليل. والمعنى بارك الله فيكم، يعني هذه الأحاديث جميعها تشير إلى أهمية تعاهد الجار وأداء حق الجار. فهناك حقوق واجبة للجار على جاره، وهناك حقوق مستحبة للجار على جاره، وينبغي للمسلم أن لا يفوت شيئا من هذه الحقوق الواجبة وكذلك المستحبة، لأن الحقوق المستحبة تزيد في إيمانه، تزيد في إيمانه. ومسألة الجيران، متى ما إن أدى أهل الإسلام حق الجار لا شك بأن هذا سيجعل المجتمع قوي، والمجتمع هو لبنة من لبنات الأمة هذه. وهذا الترابط والتآخي والتعاون كله يعود بالخير على مجموع الأمة، على مجموع الأمة. وأيضا المسلم يجب عليه ابتداء أن يصلح نيته، بحيث يكون يعني إقدامه على أداء هذه الحقوق إنما هي لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. نلتقيكم إن شاء الله بعد الصلاة في درس تفسير آيات الأحكام، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. ثلاث دقائق، ها؟ باقي ثلاث دقائق ختمنا. أنا ظنيت خلص الوقت.